قال وزير الخارجية السامح شكري إن الجهود الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة لم تسفر عن اتفاق لتشغيل السد، موضحا أن القاهرة تعمل من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتيح لإثيوبيا التنمية ويحافظ على حق مصر. وجدلت القاهرة تأكيدها على أن سد النهضة يرتبط بقضية وجودية لمصر وشعبها، ويتوقع خبراء أن تبدأ أديس أبابا في التخزين الثالث للسد خلال شهر يوليو المقبل بالتزامن مع موسم الأمطار بإثيوبيا، وستعتمد كمية المياه التي ستخزن في الملء الثالث على حجم الإنشاءات التي تم إنجازها في السد. معنا عبر سكايب من القاهرة الدكتور نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية. برحب بك سيد نبيل. يعني التصريح ما فيهوش جديد، يعني هو التصريح اللي بتأكد فيه مصر طول الوقت موقفها من قضية سد النهضة، أننا لا نمانع في السد لكن عايزين شروط ملزمة، لكن كل ده بيتقال وبيتكرر. يعني احنا تقريبا ممكن احنا وحضرتك زهقنا من الكلام في الموضوع ده، لكن مفيش حاجه بتتحقق على الارض. نفس الكلام، داخلين على الملء الثالث وهندخل في الرابع والخامس وما زال نفس التصريح. فبتشوف الامور هتوصل لفين في الفتره القادمه؟ انا اولا بوجه التحيه ليك اخ الكريم وللساده المشاهدين، واشكرك على التعبير بصدق عن شعورنا كلنا من هذه القصه الممله. القصه لا يجب ان تاخذ كل هذا الوقت. القاهرة أعلنت على لسان رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصلحة الشعب الإثيوبي هي مصلحة الشعب السوداني، هي مصلحة الشعب المصري. نحن في مصر نعتقد أن الشعب الإثيوبي من حقه أن يعمل في مشروعات التنمية، ومن حق الشعب الإثيوبي أن يأخذ حصته من مياه النيل. ولكن ليس من حق الحكومة الإثيوبية أن تعطي لنفسها حق السيطرة على مفتاح الصنبور. هذه هي نقطة الخلاف الأساسية. هناك يجب أن يكون هناك، وهذا موقف القاهرة الرسمي، اتفاق ثلاثي ملزم للتخزين واتفاق ثلاثي قانوني ملزم للتشغيل. هذا الاتفاق يجب أن يؤمن المصالح المائية للشعب الإثيوبي والشعب السوداني والشعب المصري. المدهش في الأمر أن هذا المشروع التنموي للأسف الشديد يتحول إلى نقطة صراع وخلاف، وهذا أعتقد من مسؤولية السيد أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي. طب السؤال هنا عن الخيارات المطروحه امام مصر والسودان، يعني باكتمال الانشاءات وباكمال الملء الثالث المنتظر بيستبعد تماما تقريبا الحوار، او يعني الحل العسكري هو كان يتمنى الجميع ان يستبعد من البدايه، لكن على ارض الواقع دلوقتي هو مستبعد، يعني حتى لو ارادوا حد مش هيكون مجزي في ظل اكتمال الملء حتى لو كان في نيه لده، لكن باستبعاد الحل العسكري وباستبعاد كمان الحل الدبلوماسي، لانه حتى الان واضح ان في مراوغه دائمه ومنهج ثابت لاثيوبيا يعتمد على كسب الوقت من اجل فرض السد كامر واقع على الارض. مفيش حلول دبلوماسيه نافعه، مفيش حل عسكري متاح، ايه الحلول اللي موجوده قدام مصر والسودان؟ اعتقد يجب ان نتوقف طويلا أمام تصريحات وزيرة خارجية جنوب إفريقيا في المؤتمر الصحفي مع السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري. وزيرة خارجية جنوب إفريقيا قالت بوضوح على الاتحاد الإفريقي أن يطلع بمسؤولياته نحو هذا الملف. وهذا حينما يأتي هذا التصريح من قبل وزير خارجية دولة جنوب إفريقيا ذات الثقل المهم، أعتقد أن هذا يضع الأمور في نصابها. الاتحاد الإفريقي الذي يوجد مقره الرئيسي في أديس أبابا عاصمة أثيوبيا يجب أن يتحرك لوقف هذا الملل وهذا التسويف، لأن هذا الأمر لن يمر. لا أعتقد أن السودان أو مصر ستسمحان بالإضرار بمصالحهما المائية، والمواثيق الدولية في صف الدول المتشاطئة للموارد المائية. طب توصيف نهر النيل، لأنه كنا سمعنا لغط حوالين فكرة
توصيفه كنهر عبر للحدود ولا كمجرى مائي دولي كنهر دولي، وإثيوبيا بتصر على أنه نهر عبر للحدود وبالتالي بيديها سيطرة أكبر على النهر كمورد. هل بتشوف النقطة الخلافية دي ممكن يكون في ليها فرق أو تأثير خلال فترة التفاوض أو على موقف إثيوبيا المتعنت أصلا من المفاوضات؟ هي بتؤكد طول الوقت ان ده ممر عابر الحدود، وده وفق حتى التصنيف اللي عمل في اتفاق المبادئ. لا اعتقد ان رؤيه دوله واحده من دول حوض النيل هي المرجع في المصالح الدول التي يتعدى رقمها 11 دوله. دول حوض النيل ليست فقط اثيوبيا والسودان ومصر. ورؤيه اي دوله لا تعني بالضروره الصح. نهر النيل هو نهر يمتد بين هذه الدول، دول حوض النيل، وأعتقد أن الرؤية الجماعية هي التي تحدد المصالح الجماعية والمصالح المنفردة. طب الرؤية الجماعية مش هتكون موجودة لأن في خلاف بين الأطراف، والرؤية مين بقى اللي يفصل؟ هل الأمم المتحدة اللي كل ما بيتم يعني، أو مجلس الأمن اللي كل ما بيتم رفع الموضوع لأي مؤسسة دولية بيقول لك ارجع للاتحاد الإفريقي، والاتحاد الإفريقي عاجز حتى عن إقناع إثيوبيا بأي شيء؟ فإحنا يعني أنا بقول لحضرتك الأسئلة دي لأنها كلها دوائر مفرغه بنقعد نلف فيها، احنا لازم نتفق، طب ماذا لو لم نتفق؟ نروح لمين؟ نروح لفلان يرجعنا للدائره الاولى الاول او للمربع الاول، ونرجع نفس الدائره تاني، طب المخرج فين؟ المخرج ببساطه شديده ان يقتنع الساده في حكومه اثيوبيا ان مصلحه الشعب الاثيوبي في اكمال هذا المشروع التنموي في ظل ضمان مصالح الدول الاخرى. إذ لم يقتنع رئيس الوزراء الإثيوبي بهذه الحقيقة الواقعية الوحيدة، فإن الأمر سيخرج من اليد دبلوماسيا سياسيا، ويخرج من منطقة الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي الذي أهم مهمة فيه هي حفظ الأمن والاستقرار السلمي في العالم. لا أعتقد أن مصر تتمنى الفترة الأخيرة يعني أو آخر أن تدخل في أي صراع معه. ثواني، كان الصوت مش على المستوى. بشكرك شكرا جزيلا عبر زوم الأستاذ نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في الشؤون الإفريقية والعلاقات.